طيب والثالث؟ الثالث الله يكرمكم على حكم مش اسمه دخول دولة المياه، واذا كان في جيبك مقاطع دينيه ولا في الجوال مقاطع اسلاميه في الجوال. داخل جوال. شكرا يا محمد. يسأل عن دخول دورة المياه أكرمكم الله ومعه الجوال ومخزن فيه القرآن الكريم. لا بأس بذلك، لأن الجوال جوال وليس مصحفا. نعم.